أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاء في المدى حملته مسؤولية مجزرة جسر الزيتون محافظ ذي قار الأسبق يرد على اتهامات جميل الشمت. واشنطن بوست محاولة اغتيال الكاظمي الفاشلة ارتدت سلبا على إيران وميليشياتها في العراق. في العربي الجديد جاء اجتماع قادة القوى الحليفة لإيران مع الكاظمي وصالح يخفق في التوصل لتفاهمات نهائية. التايمز حفتر يحاول إقناع الغرب بدعمه عبر التطبيع مع إسرائيل. ونطلع في فورين بوليسي، الوضع في السودان وإثيوبيا يخرج عن السيطرة ودبلوماسية بايدن تحتاج لأكثر من كلام. في القدس العربي مسؤولون عراقيون جماعة مدعومة إيرانيا حاولت اغتيال الكاظمي ومجلس الأمن يدين الهجوم. وجاء في الجارديان تجسس إسرائيل على الناشطين جزء من تاريخ طويل للرقابة على الشعب الفلسطيني كله. أهلا بكم، نبدأ من صحيفة القدس العربي ونقرأ مقالا للكاتبة هيفاء زنجنة عن الصراع على السلطة بين العوائل الحاكمة في العراق. تقول: كيف يمكن فهم ما يجري حاليا في العراق من عنف تجسد بالتخريب والاقتتال بالرصاص الحي أو بالطائرات المسيرة المفخخة مؤخرا في أعقاب انتخابات تم تسويقها باعتبارها من أكثر الانتخابات التي عرفها العراق نزاهة وشفافية منذ غزوه عام 2003 ورحب بها عالميا كأعلى مراحل العملية السياسية الديمقراطية؟ ثم ماذا عن الأحزاب التي حشدت للانتخابات كما لو كانت الحل السحري لكل المشاكل ثم عادت ورفضتها؟ لعل أفضل مقاربة لفهم الصراع الدائر حالياً بسمته التراجوكوميدية بما في ذلك اللجوء إلى التصفيات الجسدية والابتزاز وتأجير الحماية بين عوائل تنتمي إلى المذهب ذاته وتتبع أو تدعي اتباع المرجعية ذاتها هي الموجودة في فيلم العراب، الفيلم الذي يبين صراع عوائل المافيا واقتتالها الشرس وترويعها الآخرين للاستحواذ على المال مهما كان مصدره والسلطة مهما كانت السبل واستكشاف طبيعة القوة والاختلاف بين سلطة الدولة والمؤسسات الشرعية وسلطة المافيا. ولا يخلو صراع عوائل المافيا كما في أحزاب عراق اليوم التي هي في حقيقتها عوائل تتصرف كأحزاب بقيم عشائرية من مفهوم الشرف المتوارث ضمن أفراد عائلة واحدة بموازاة التحالفات السرية والتكتلات مع بقية العوائل وما قد تجلبه من صفقات تجارية وسياسية لهذه العائلة أو تلك. ولنأخذ كمثال على المناورات واللقاءات الدائرة الآن في بغداد بين أحزاب النظام وميليشياته لتقاسم المراكز السياسية وما تدره من أموال، الاجتماع المشهور الذي تم عام 1948 بين رؤساء عوائل المافيا في نيويورك، مما يأخذنا إلى نقطة تشابه مع خصومات ونزاع أحزاب العوائل التي يقودها الآن أبناء جيل المؤسسين الأوائل كعائلة الصدر والحكيم والخوئي وبدرجة أقل البرزاني وطالباني بحماية سياسية وعسكرية من أمريكا وإيران. تقول الكاتبة: أقتبس هنا جملة للمؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة مؤلف أطلس فلسطين التوثيقي لمدن وقرى فلسطينية هدمها المحتل الصهيوني في إجابة عن سؤال حول المستقبل، وتكاد تنطبق تماما مقولته على العراق بحذافيرها، حيث يقول: بدأت العملية تتم للقضاء علينا باستخدام أناس من الشعب الفلسطيني يدعون أنهم يمثلوننا، وهذه هي الكارثة الكبرى، وليس لنا غير الشباب الذين يستشهدون كل يوم ويقتلون بدم بارد. إن الوقت قد حان لتنظيف البيت الفلسطيني بمكنسة ديمقراطية لإزالة كل الفساد، فشعبنا يستحق الأفضل بكثير مما هو عليه الآن.
في العربي الجديد يقول الكاتب إياد الدامي: هل يمكن للكاظمي أن يستغل لحظة التعاطف الكبير معه محليا ودوليا حتى من أجل البطش بالميليشيات التي تصول وتجول في العاصمة، خصوصا أن كثيرا منها بات شبه معروف وليس لديه أي ثقل شعبي على الأرض، وهو ما أكدته الانتخابات من جهة وما بينته التظاهرات التي دفعت إليها تلك الميليشيات منتسبيها دفعا. لا يبدو أن الكاظمي هو الشخص المناسب لهذه المهمة، تقول الكاتبة، وهو ما قرأته الميليشيات سابقا في أكثر من مناسبة، فهي شخصية مترددة تماما ولا تملك الكاريزما التي تمنحه سلطة اتخاذ القرار الجريء. أكثر من هذا لا يحتمل الوضع المعقد في العراق أي مواجهة مسلحة، وهو الذي مر بسلسلة من الصراعات الداخلية التي أثرت بشكل كبير في مختلف مناحي الحياة فيه، ناهيك طبعا عن عدم رغبة الأطراف الدولية اللاعبة في الساحة العراقية بحصول أي تصعيد مسلح في العراق وتبعات ذلك ليس على الوضع الأمني داخل العراق وحسب، وإنما حتى على محيطه الإقليمي. استهداف الكاظمي يعني أن نتائج الانتخابات النهائية بعد العد والفرز اليدوي لمئات محطات الاقتراع ستعلن من دون ضجيج القوى الخاسرة، ما يعني أنها ستكون في مواجهة حقيقية مع رغبة الأطراف الفائزة في تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وهو ما قد يفتح الباب أمام فصل جديد من فصول المواجهة بين القوى الخاسرة والدولة. يمثل استهداف رئيس الحكومة بطائرات مسيرة أغارت على المنطقة الخضراء، يمثل أقصى ما يمكن أن تفعله الميليشيات الولائية ضد الدولة. وفي حال لم يستثمر الكاظمي ومن خلفه مقتدى الصدر هذا الفعل الإرهابي، فإن الميليشيات المسلحة ستتمادى أكثر. ومن غير المستبعد أن تلجأ في لحظة فارقة إلى تنفيذ انقلابها الكامل على مؤسسات الدولة أو ما بقي منها تماما، كما حصل في سيناريو اليمن، ليدخل العراق دوامة عنف أخرى قد تحوله إلى عراقات ثلاثة وربما أكثر. نقرأ مقالا في مركز راسام حيث يقول حسين صالح السبعاوي عن التغول الطائفي في ديالة، كتب مقالا قال فيه، وفي موقع مركز راسام للدراسات: حيث تقع مدينة ديالة العراقية على الحدود الشرقية المحاذية لإيران وتبعد 57 كيلومترا عن العاصمة بغداد، لها حدود مع أربع محافظات عراقية هي كل من بغداد وصلاح الدين وواسط ومدينة كركوك. تعتبر مدينة ديالة من المدن الوحيدة التي تحد إيران والتي يمثل العرب السنة الأغلبية فيها، ولهذا كانت من أكثر المدن المستهدفة من قبل إيران وحلفائها في العراق، وقد مورس ضد سكانها شتى أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال وتهجير ونزوح، وقد تعرضت لأكبر عملية تغيير ديموغرافي بعد الاحتلال الأمريكي والإيراني سنة 2003، وعلى شكل مراحل مدروسة ضمن خطة إيرانية تستغل أي حدث لتبدأ بالتنكيل بأهالي المدينة ثم لتبدأ عملية نزوح وتهجير جديدة. وقد بدأ هذا السيناريو الطائفي في ديالة منذ سنة 2003 بدعم من الحكومة المركزية في بغداد وبدعم من الاحتلال الأمريكي، وازدادت الانتهاكات ضد سكان المدينة سنة 2006 مما اضطر الكثير من السكان إلى النزوح والهجرة، تاركين أموالهم وأملاكهم من البساتين والمواشي، وتاركين بيوتهم للنجاة بحياتهم وحياة أطفالهم من الميليشيات التي تقتل على الاسم والهوية. وبلغت ذروة التهجير والنزوح بعد عام 2014 عندما أوكلت مهمة الأمن فيها إلى منظمة بدر بزعامة هادي العامري والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، حيث أفرغت قرى بأكملها من السكان خصوصا في مناطق العظيم والمقدارية، وجرفت البساتين وأحرقت المحاصيل الزراعية، وحتى المواشي نهبت من قبلهم أو قتلت على أيديهم، حتى أصبحت كأنها أطلال لمدن أثرية قديمة مهجورة وليست قرى كانت عامرة بالسكان وبساتينهم
التي تزهو وتعطي أكلها كل موسم. يضيف السبعاوي: أما آخر ما ارتكب من مجازر ضد السكان وتهجيرهم هو ما حدث في قبائل المقدادية، قرى نهر الإمام وقرية العامرية وقرية الميثاق، فقد قامت الميليشيات المسلحة بالهجوم على هذه القرى الثلاث وقتلت الأطفال والشيوخ والناس العزل فيها، وهجرت أكثر من 350 عائلة من بيوتهم وحرقت بساتينهم وبيوتهم تحت مرأى ومسمع من القوات الأمنية التي اكتفت هي الأخرى بالتفرج على عملية القتل ونزوح السكان. كل هذا بحجة أن عناصر من داعش قد قامت باستهداف قرية الرشاد وقتلت عددا من الأبرياء، في حين لم يثبت أن داعش هو من قام بهذه العملية. من صحيفة الميثاق الوطني نقرأ مقالا للكاتب وليد الزبيدي حول معارك الفلوجة، وجاء فيها: اتجهت أنظار العالم برمته إلى العراق منذ أيام الاحتلال الأولى في العام 2003، بعد أن سجلت المقاومة العراقية علامة بارزة فارقة في تاريخ المقاومة في العالم، حيث أصبحت أسرع مقاومة تتصدى لأكبر وأعتى قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية في العالم. ومع مضي عام واحد على بداية الغزو الأمريكي للعراق، اتجهت الأنظار وفي كل مكان من العالم إلى مدينة الفلوجة، وبمساحة لا تتجاوز 5 كيلومترات مربعة، وجغرافية المدينة منبسطة كما هو معروف، وليس هناك تضاريس وغابات أو كهوف وما شابه ذلك من الجغرافيا المساعدة لحرب العصابات والمشجعة لها. في أواخر شهر آذار مارس من العام 2004، وقبيل مرور عام على احتلال العراق، حصل حدث أرعب قوات الاحتلال الأمريكية وجميع القوى والأجهزة والزعامات العاملة تحت مظلة المحتلين الأمريكيين. وبالمناسبة ما زال هؤلاء يجلسون في المنطقة الخضراء بعد تقديمهم خدمات كبيرة للغزاة الأمريكيين، وساعدوهم في جميع جرائمهم بحق العراق والعراقيين، فقد رصد عدد من المقاومين الأبطال قافلة أمريكية داخل مدينة الفلوجة في 31 من مارس آذار 2004، وانقضوا عليهم رغم نوعية الأسلحة والحراسات وسرعة وصول الدعم الجوي للقوافل الأمريكية في المروحيات والقوات الأرضية. وتمكن المقاومون من أسر 4 من ضباط الاستخبارات. قال الجيش الأمريكي لاحقاً إنهم من عصابات بلاك ووتر الإجرامية العاملة مع القوات الأمريكية في العراق، فتم تنفيذ حكم الإعدام بهم جميعاً. ولم يتوقف المقاومون عند هذا الحد، بل زادوا على ذلك بتعليق جثث هؤلاء على جسر الفلوجة الشهير الذي يقف شامخاً على نهر الفرات، وما تزال تفاصيل ذلك المشهد محفورة في الأذهان. ولو كان الحادث قد حصل خلاف ذلك لسارعت الفضائيات العربية والحكومية والعالمية لبث تلك الصور في كل مكان، لكن التزام الصمت حيال ذلك قد غلب تحت سطوة العصا الأمريكية. الزبيدي مضيفا: تضاعف الحقد الأمريكي على العراق بأسره وعلى الفلوجة بصورة خاصة، وبدأت مرحلة الاستعدادات الواسعة لشن حرب دمار الفلوجة وقتل كل من بداخلها. اقتضى ذلك الأمر 7 أشهر متواصلة تماما تم خلالها تجهيز قنابل خاصة لضرب بيوت المدينة، وجاءوا بالفسفور الأبيض وهو مادة محرمة دوليا، ودربوا الأجهزة العسكرية والأمنية الحكومية الخاضعة لإرادة وتوجيه قوات الاحتلال، وبدأت حرب الفلوجة الثانية في 22 نوفمبر في العام 2004. ورغم جميع استحضاراتهم وأسلحتهم، لأن قواتهم والقوات الحكومية واجهوا مقاومة عنيفة جدا باسلة، وفي النهاية انتصرت إرادة المقاومين رغم الدمار الهائل الذي حصل في الفلوجة.
دعا الكاتب كاميرون هيتسون إدارة الرئيس جو بايدن لسياسة متشددة مع السودان وإثيوبيا، فهي تريد كما قال بمقال نشرته مجلة فورين بوليسي كلاما أقل وفعلا أقوى. وأضاف أن الخطاب الأمريكي المتشدد لا يكفي لأن يجنب القرن الإفريقي الكارثة. بعد عام من الدبلوماسية المكثفة لدعم عملية التحول الديمقراطي في السودان ومنع الحرب الأهلية في الجارة أثيوبيا، لم يكن الخطاب الأمريكي المتشدد كافياً لتخويف قادة الدولتين القمعيين وتجنيب بلديها نتائج كارثية ستطال أيضاً المصالح الأمريكية في المنطقة. وفي الوقت الذي كانت فيه الإدارة متناسقة في رسائلها، إلا أنها لم تفعل الكثير لكي تقرن الكلام بالفعل، رغم الأدلة على مجاعة تسببت بها الدولة وربما إبادة، كما ولم تكن ناجحة في دفع خروج القوات الأريترية من منطقة تيغراي أو منع مقاتلي تيغراي من توسيع هجومهم المضاد في منطقة أمهرة وعفار. ويحاول مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي الآن الدفع جنوباً باتجاه العاصمة، وبدأ الدبلوماسيون الأجانب بالتحضير من أجل إجلاء موظفيهم ورعاياهم منها. ومع مواصلة الولايات المتحدة التمسك بأمل خاطئ القائم على نجاح الدبلوماسية، فإن الأطراف في النزاع تواصل الدفع باتجاه لن تكون واشنطن قادرة فيه على إرجاعهم للوراء، مما يطرح منظور انتشار النزاع الإقليمي. واستمرار التدهور في أثيوبيا لن يكون في صالح أي طرف، وبخاصة مصر التي تنتظر نتائج المفاوضات بشأن سد النهضة العظيم ومحاولات الجيش السوداني استعادة مناطق واسعة من المناطق الحدودية المتنازع عليها مع أثيوبيا. وفي النهاية الضغط ليس من أجل التأثير، ولكن تشكيل نتيجة سلمية وديمقراطية تدعو إليها الإدارة، وفرض حظر إقليمي على تصدير السلاح وتعليق تمويل الدين وإصدار العقوبات مستهدفة ضد القادة والكيانات في البلدين قد تكون خطوة متأخرة جدا، ولكنها ضرورية في نفس الوقت بحسب الصحيفة. جاء في الغارديان تجسس إسرائيل على الناشطين جزء من تاريخ طويل للرقابة على الشعب الفلسطيني كله. قال المعلق في صحيفة الغارديان بيتر بيومنت بتقرير له معلقا على الكشف عن تجسس السلطات الإسرائيلية على 6 ناشطين فلسطينيين قبل تصنيف منظماتهم الحقوقية ككيانات إرهابية، إن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل للتجسس الإلكتروني. فالكشف عن استخدام برنامج بيجاسوس الذي تنتجه NSO Group الإسرائيلية هو الحادث الأخير في سلسلة طويلة. إن استهداف الناشطين ببرنامج بيجاسوس لن يثير دهشة طرفين، هما الفلسطينيون من المدافعين عن حقوق الإنسان والجيش الإسرائيلي وعملاؤه في مجال القرصنة الإلكترونية الذين استهدفوا الفلسطينيين بالتجسس. ورغم عدم وضوح الصورة حول الهجوم الأخير، لكن ما هو معروف وموثق هو الدور الذي تلعبه وحدة الحرب الإلكترونية 8200 في الجيش الإسرائيلي والمعروفة بالعبرية بيهيدا شومنا ماتايم في التجسس على المجتمع الفلسطيني. وفي عام 2014 وصف عدد من عناصر الجيش الإسرائيلي الذين رفضوا التجسس على المجتمع الفلسطيني للغارديان وعدد من المنظمات الإعلامية وصفوا مستوى الرقابة الممارسة على الفلسطينيين، فوحدة 8200 وهي كبرى الأجهزة في الجيش الإسرائيلي تنصتت على الاتصالات الإلكترونية، بريد إلكتروني، مكالمات هاتفية والاتصال عبر المنصات الاجتماعية، بالإضافة لإدمان على مراقبة خط التواصل بين المؤسسات العسكرية والدبلوماسية. وقال الرافضون للخدمة الذين خرجوا عن صمتهم إن وحدة الجمع الاستخباراتي الشاملة جمعت معلومات معظمها تتعلق بأبرياء واستخدمت لتمزيق المجتمع الفلسطيني. وفي رسالة وصفوا سبب رفضهم للتجسس والذي قالوا إنه غير مبرر، وكتبوا قائلين
إن السكان الفلسطينيين تحت الحكم العسكري الإسرائيلي هم عرضة وبشكل كامل للتجسس ومراقبة المخابرات الإسرائيلية. وتستخدم المعلومات للمحاكمات السياسية وبذر الانقسام في المجتمع الفلسطيني وتجنيد العملاء ووضع المجتمع في مواجهة نفسه. وفي الكثير من الحالات منعت المخابرات المدافعين من الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية ولرفضها الكشف عن الأدلة المستخدمة ضدهم. وفي خبرنا اليوم، زينت محمية البحيرات السبع في ولاية بولو شمالي تركيا بألوان الخريف الساحرة. وتبعد المحمية التي تضم سبع بحيرات نحو 45 كيلومترا من مدينة بولو، وتقع بين اسطنبول وأنقرة، ويحرص الزوار دائما على التقاط صور المناظر الخريفية الخلابة عبر عدسات هواتفهم المحمولة أو الآلات الخاصة بالتصوير. وبوسع الزوار السير في أحضان الطبيعة الأخاذة التي تكسوها ألوان الخريف كالأصفر والبني والأخضر، وعلى وقع أصوات العصافير والاستمتاع بالمناظر البديعة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.